اكو قضية بالشافعات خلصنا منها، وإذا بينا نرجع لها اللي هي قضية التسليم. تقريبا حتى على طريق المحافظات موضوع التسليم شوي تقريبا راح. الوضع خلينا نقول الحمد لله والشكر نسبيا صار أمان، لكن اليوم على الطريق السريع بين البصرة والناصرية صارت حادثة تسليم لشاحنة راح تشوفوها الآن، شاحنة محملة بالسيارات. الحادث صار بالحدود الفاصلة بين ديقار والبصرة. الرجل يروح للشرطة ديقار يقولوا له احنا شالينا، يروح للبصرة يقولوا له احنا شالينا، هاي ما تابعت لنا، المن يروح ما يدري. المفروض اكو شرطة حماية الطريق الطرق الخارجية، مو المفروض هيجي. هذا الفيديو. انا اليوم جينا بالطريق الساعة بالستة الصبح، تلاقونا سلابة، والسلابه الساعه بالستة الصبح بالضبط، والطريق هاي بين حدود البصره وبين حدود الناصريه، احنا نهايه الرميله هسه، وسلبونا وخذوا لهم سيارتين من عندنا، وهاي سياره كلها طرقات. وانا بالنسبه لي من هذا المكان ارشد الناس الشرفاء، الضباط الشريفين، قائد العمليات، وزير الداخليه على هاي المصاب، اروح لابو الناصريه، ابو الناصريه يقول لي روح للبصره. اروح لابو البصره يقول لي انت على طرق الناصريه، وهاي من الساعه بالستة الصبح لحد هاي الساعه لا السيارات لزمناهن ولا احد اجانا سوانا دعوه واشتكينا على احد، ولحد الان هاي سياراتنا كلها طلقات، وما يعني ما نريد واحد بس يقول لنا هلا بيكم تعالوا لنا، وهاي السياره نزلوها، وهذا الطريق هاي مو اول مره، هاي ثالث مره يتسلب الطريق، لا بي حكومه طريق بصره ناصريه، ما بي لا حكومه ولا طريق تايه. تايه طريق، وهاي طلقات شوفها ضربت السيارة، ونزلوها. واحنا ما محتارين المن نسأل، المن نروح، يا هن نروح ليه؟ يا احنا هسانا بالعراق لو بغير دولة، إذا بغير دولة هم قلوا لنا، أنا هسه بين الناصرية والبصرة، هل هاي دولة صايرة بين المحافظتين؟ لو هو هذه دولة وحدة، ما خلينا نص ساعة بالستة الصبح لحد هاي الساعة، والله ما خلينا لا ضابط ولا خلينا شرطي ولا جاهد تجي قال لك انا مالي شغله بيه، يعني هسه احنا نبلغ الحرامي نقول له عمي سلب براحتك ترى ما حد يلزمك، الله وكيلك لا حكومه ولا شيء بهذا الطريق، واللي يريد يحفظ حبيبته ويسلم على عياله وعلى يقعد عند اهله ويسكت، لا يحمل ولا يمشي لان الطريق مو امان بعد. وانا اسلم على بالنسبه لوزير الداخليه وبالنسبه لضباطنا الشرفاء اللي هم الواحد ينام بسدهم من هالظلم هذا، وانا انظلمت وهذا اللي صار بي، والله يستر عليكم ان شاء الله. اكثر الاشخاص اللي مأمنين على حياتهم هنا بهذا البلد هو الحرامي اللي مثل ما سولف الحجي، والاشخاص اللي بعتهم مستمرين على موضوع الدقه العشائريه والنزاعات المسلحه. موضوع النزاعات العشائريه شخصيا انا يعني كلش هواي حكيت بهذا الموضوع ونبقى نحكي، لان هو الموضوع يبدو صار ظاهره. التخلف والهمجيه بدل ما تقل تزايدت. صحيح هم مجاميع قليله ما تمثل كل المجتمع، صحيح الاغلبيه ترفض هذه الاعمال، لكن هاي الاقليه شقد تاثر على المجتمع، شقد تاثر علينا وعلى استقرارنا.